بدر مرحبا بك على السيون سويس ونات. بعدك على التراجي ما دخليك تلعب موسم استثنائي تيشولير مع شيف الطيروان، كان مرد كوفوكاسيون تاعك ليكيب ناسيونال. الحمد لله واحد خرج من الاحتراف كما نقولوا من باب صغير، ما لعبتش برشا ماتشات لهذه الظروف، والحمد لله واحد تم روحه عاد سيزون صومين باهي في الطيروان ورا الامكانيات اللي عنده. الحمد لله. كان شنو البوست اللي حاط فيه تلعب فيه مليح معناتها؟ البوست اللي نرتاح فيها نفس دمي ورا الاتاكون، الاتاكون قدامي ورا نفس دمي ولا دمي كوت، البوست هذوما نرتاح فيهم نلعب فيهم معناتها اليس. شفناك برشا لعبت الكل وين دمي كوت؟ لعبت دمي كوت والاكثريه زاد نفس دمي ورا الاتاكون، كوميم دو بوست نرتاح فيهم، ثلاثة بيزا اليس. تبعت ترجي رياضي الموسم هذا؟ ما عرفت لا تبعت ومبروك عليهم الدوبلير. شنو رايك في ترجي نبيل معلول بارابور ترجي المواسم السابقه؟ هو الاسبيرونس دي ترجي ديما تقع ترجي، لكن نبيل نصورو عنده خبره كافيه باش يعطي بلوس للاولاد، اون بليس الجوريت كل مره كي نقعد معاه نشكرو فيه، عنده طبيعه كيما نقولوا خاصه شويه، يعرف باش يحكم على الجوريت، يعرف باش يزيدو مورالهم، وانا بليتو نعرفو مدي انا صغير صاروا سويس يقدم اكثر في الشامبيونز ليغ. لاحظت شي حاجه تبدل في السيستم دو جو تاع الترجي بقدوم نبيل معلول؟ والله بالرسمي قاعد قاعدين يشدوا في الكوره اكثر، انترناسيون بال اكثر عند السيرون. هذا كوره عصريه خاطر في نبيل ما يحب برشا برشلونه. اسكندر في غياب ديون تاع الترجي مساكني والدراجي اللي هما معناتها كانوا لاساسيين في الشهر الاخر مع ليكيب ناسيونال، شكون ليك فرصه كبيره باش تلعب اساسي في الاخر؟ كيف هذا تاع ليكيب ناسيونال بسامي بتار بلاتينجي مسجل هذايا، ان شاء الله واحد طول ما يستحقوا يقدم لي الاخر، ان شاء الله الماتش الجاي يرجع يوسف يرجع اسامه، وان شاء الله اللي حاضر يلعب ما عندي حتى مشكله. خذ في بالك الليست باقي كانت على الاسبيرونس كوش ميغي لو 5 كوت معناتها ليست 20 جوار، واسم اسكندر الشيخ معناتها قعد جمهور الترجي السنه وفيه لاخر لحظه. اسم اسكندر مش يرجع للترجي في السنة ولا مش يرجع في الشتاء ولا مش يرجع شمله؟ والله انا فلوس فهمنا مع على كل شيء والاكثريه كنت في الصحه وكل، بعديك كيما شفت لو 5 ضرب الوقت وما فيش وقت باش نصح في الشامبيونز ليغ، وعليك ما نجمش صح مع الاسبيرونس وانا مانيش كاليفيه في بطوله افريق، ما عرفتش الكاريه بطلت في التعادل مع ما فماش تصحاح في الميركاتو الصيفي هذا. الاكثريه لا سلام سلام مره اخرى. كم تحب ياسر على السيونس؟ ولا جامايك تربى فيها عادي فيها جي 13 ولا 12 مي كوميم هذه واحد خبزه ويخدم على روحه، وان شاء الله وين يكتب لي ربي واحد يعطي البليس كيف نمشي لها عشان مون. تحس لي سيونس بيستحق لك في لي سيزون بروشين سيرتو بعد خروج عديد اللاعبين؟ ايه نحس يستحق. اوكي شنو تقول لك كلمه لجمهور السيونس؟ ولا بون شونس في الشامبيونز ليغ، ونتمنى لهم يهزوا الكوب هذيا، ونتمنى زاد انه نربحوا الماتش الايطالي هذايا كيما الماتش الاخر، ونعملوا الحسابات في الملاعب باش نحرك في الجزائر. اوكي اسكندر.